أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما مع موضوع مونديال قطر، أحداث وعبر. نقف اليوم عندما كسبه المغرب. أولا الأحداث، لم تكن ظروف استعداد وإعداد المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم ملائمة ولا ميسرة، فقد تأخر فسخ التعاقد مع المدرب السابق، وضاق الوقت على المدرب الجديد، فلم يجد فرصة لا لاختيار اللاعبين ولا لتدريبهم لتحقيق الانسجام بينهم. إن لم تجرأ إلا مقابلات ودية قليلة قبل السفر إلى قطر، لذا كان سقف الانتظار من المنتخب المغربي محدودا، وكان أقصى طموح لدى المغاربة هو تجاوز دور المجموعات، وحتى إن لم يتم ذلك فلا يلام لا المدرب ولا اللاعبون ولا الجامعة، لأن ظروف الإعداد كانت على ما وصفنا. إلا أن المفاجأة الكبرى والفرحة العارمة ستظهران منذ المقابلات الأولى في دور المجموعات، حيث أذل المغاربة أساطين كرة القدم في العالم، فتعادل منتخب الأسود مع كرواتيا وصيف الفائز بالكأس في الدورة السابقة في روسيا، وانتصر على بلجيكا، وانتصر كذلك على المكسيك، وتجاوز الدور الأول متربعا على رأس مجموعته. وفي دور الثمن كسر الأسود كبرياء إسبانيا، إحدى الدول المرشحة للعب الأدوار النهائية، لياتي دور البرتغال المعزز برونالدو في دور الربع ليذوق ما ذاقه من سبقه. وهكذا حقق أبطالنا إنجازا خرافيا وأسطوريا ما كان يحلم به أحد، قبل أن تتدخل غطرسة الشركات والمنتخبات الكبرى لتضغط على الفيفا من أجل أن توقف طوفان منتخب المغرب عند نصف النهاية، إن لا يسمح لمثله أن يتجاوز هذا السقف. ولم يكن منتخبنا المغربي في كل ما ذكر ممثلا لبلده فقط، بل كان ممثلا لإفريقيا التي عبرت بتشجيعها ومساندتها له عن أنها تعلق عليه آمالا عرادا، كما كان ممثلا للعالم العربي حيث هب الجميع للمؤازرة ونسي أطفال غزة وسوريا واليمن محنهم، ووصل تضامنهم وتشجيعهم مدى غير مسبوق، وكان الصغار والكبار يقفزون فرحا عند كل انتصار للمغرب، كما كان المسلمون في كل أنحاء العالم يرفعون دعواتهم ملتمسين مزيدا من الانتصارات لأسود الأطلس. وكان المدرب واللاعبون والطاقم المرافق وكذا الجمهور العريض المنتقل إلى قطر لتشجيع المنتخب على مستوى من الوطنية والتضحية والإحساس بالمسؤولية وحسن السلوك وكريم السجايا، حيث أبهر العالم وجعلنا نعتبر هذا الإنجاز استثنائيا، ليس على مستوى نتائج المواجهات فقط،
بل على كل المستويات والأصعدة. وبذلك كسب المغاربة مرة أخرى الرهان، وشرفوا راية بلادهم، وأعزوا وطنهم، وشرفونا جميعا تشريفا لن يمحى أثره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، دمتم في أمان الله، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.